وانا اخوت الريكلام الريكلام ما تشوف ماير نايك اخر مكين ها تشوف ماير شوف التيمان ديالها بشحال دولار اخوت ها تشوف شوف شحال خدمت شوف شوف خير وبركه شوف اللي بغى شي صبر ديال اخوت عيط ليا مرحبا اخر مكين اخوت في النايك دولار ها هي شوف الصبر ديالك خوت ضربوا لي على هاد الصبر ديالي هادي علاه ما عندهاش سميه نهائيا ها تشوف ماير شحال دايرين لها دولار كانت ب 30 دولار كما كتشوفوا ودايرين لها دولار شو شحال خديت من واحد هادو غنفرقوا ما في العواشر خوت شي ضربوا لي على السبر ديالي هنا في امريكا بطنطان داكشي المدرح ديال بصح اللي ما عندوش ماركه ها نتوما شوفوا لي السبر ديالها كي دايره ها هي هادي ب 20 دولار يعني 200 درهم غير ما فيها لا ماركه لا والو الماركه ديالها دي افيا ولا ما عرفت شناهي يعني ما معروفاش كاين هذا الموديل حتى هويا هذا داير بحال جوردن نايك جوردن ها هو كما كتشوفوا في المغرب هادي دارو غتلقى فيها واحد نايك ولا غتلقى فيها واحد جوردن وكيبيعوه ب 200 درهم شو جوردن كي داير مسكين ان دوانا ميله خوش عندك يجي عمك ولا خالك امريكان ويجيب لك شي بياس بحال هادي يقول لك ليزي اخر ما كاينش لعيبه راه بطنطن هادو راه بياس ديال والمارت دايرين 200 درهم واش نقول لكم الا جاب لك شي سبرديله ما فيهاش اديداس ولا نايك ولا بيما ولا شي ماركه عرفها راه مدرحه باش نقول لك من هنا ليزي يا خوش اديداس اخر ماكينه هانتوما شوفوا كي مخدومه ما فيها لا كولا لا والو هانتوما مسيليا 200 درهم هانتوما مخدومه ديال بصح غير هي ما فيهاش اديداس ما مكتوبه لا اديداس لا والو دابا جينا الخوت لواحد ستور ديال الاوريجينال واللي فيه غير الماركات وكان واحد التخفيض خطير وبغيت نشاركو معاكم شوفوا لي اخوت هاد البيمه شفت الثمن ديالها كان 150 دولار ودايرين لها 40 دولار اللي هي واحد 400 درهم مغربيه هانتوما شوفوا هادي تا هي مستيليا دايره تا 40 دولار يعني ديال السبورت في تريني بها ولا تلبسها المهم كتبقى صبر ديال زوينه ب 400 درهم بحال والو ناخد شي وحده نبقى نمشي نتريني بها بانت ليا مريحه الصراحه طلبوا ليا هادي واخا الكولور شويه فيها عجيب ولكن تا هي مستيليا يعني كما شفتوا اخوت هاد الصبر ديال بيما تقريبا كلهم ب 40 دولار والاغلبيه ديالهم كانوا ب 150 دولار للفوق دابا ندوزو لبلاصة الاديداس اخوت نوريكم التخفيض اللي فيها تاهي ما ندورش لكم على السبريات كاملين نوريكم غير البلاصة اللي فيها الديسكاونت كيما كتشوفو هاد السبرديلة كحلا اخوت شوفو التمن ديالها شحال 40 دولار 400 درهم سبرديلة مليحة وشوفو اخوت التمن ديالها بشحال كان يعني كانت ب 160 دولار هانتوما دارو لها 40 دولار اخوت يعني صراحة كتبقى سبرديلة زوينة هانتوما شوفو معايا داكشي الاخر شوفوا هاد الاديداس تاهي دايرين لها 79 دولار تاهي كانت 160 دولار يعني هادو خوت سبرديلات ملاح شوفوا خوت هاد الاديداس كحلة تاهي كانت 150 دولار دايرين لها 79 دولار ها البيض ديالها تاهو داير 59 دولار كما كتشوفوا خوت هاد الاديداسات راه كيكونوا غالية راه كيكونوا دايرين 160 دولار 170 دولار غير دابا دايرين لهم التخفيض هانتوما شوفوا هادي دايرين لها 119 دولار يعني مدايرينش فيها واحد التخفيض لي مزيان ولكن راه كانت 160 دولار ولكن كاين اديداسات دوك العاديين كيكونوا دايرين 40 دولار 30 دولار يعني 300 درهم دي اديداس مزيان دابا جينا لبلاصه النايك الخوت نوريكم التخفيضات اللي كاينين في الكوبرات المهم كما كتشوفوا هادو اللوان تقريبا الاخرين هادي دايرين لها 99 دولار كانت 160 دولار ولا 170 هادي دايرين لها 119 شي كانت بشي 180 دولار المهم كما كتشوفوا راه دايرين تقريبا النص ديال الثمن يعني 50% هادي 99 دولار كما كتشوفوا هاد اللوين صيفي ملاح مهم هادي تي اس الخوت دايرين لها 99 دولار كانت 180 دولار هادي يعني راه تقريبا كلشي دايرين ليه نص الثمن ها اللي بغا يتقدا هذا هو الوقت هادي الخضرة ديالها كما كتشوفوا بيستاج مليحه حتى هي هنايا الخوت كما كتشوفوا هادي الكوبرا الاخرى يعني دايرين لها 179 يعني ما ناقصينش منها بزاف كانت 220 دولار يعني ناقصين منها شي 30 دولار ولا 40 ماشي شي حاجه وكاينه القريه ديالها ها هي تاهي دايرين لها نفس الثمن المهم الخوت بانوا لي التخفيضات وقلت نشاركهم معاكم ما تنساوش تخليو لي في كومونتيرات وتقولوا لي كي جاكم التخفيضات واش يستاهلوا الصراحه انك تشري في هذا الوقت ولا باقيين السبديلات كيبانوا غاليين المهم يلا نشوفكم الخوت في شي فيديو اخر تهلاو ليا في راسكم